السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفري. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن التمارين المهمة بكتاب النحو للمرحلة الثالثة، كتاب كويرك. إحنا راح نبدي، يعني راح ناخذ نختار التمارين المهمة واللي أكثر عليها أهمية وعليها طلب من الطلبة واللي تجي بالامتحانات من قبل أساتذة الجامعات. فخليكم جاية وتابعوا جاي نقطة بنقطة. هنا بهذا التمرين يقول indicate. شو يعني indicate؟ مثل ما تعرفون يعني حدد. زين، يعني شنو نريد من عندك؟ عندك كلمات ومخلي لك جواها خط، جر لك جواها خط، قايل لك حدد لي هاي الكلمات، حدد لي اياها. شنو هاي الكلمات؟ يعني direct object, complement, subject, complement. راح نجي ناخذ نقطة نقطة ونحلها لكم ونعرف شنو سبب اختيار هذا الاختيار المعين. عندنا هنا دكتور، you get doctors, you will someone get doctor. طبعا هنا هي direct object، فعل وفاعل ومفعول به، فعل وفاعل ومفعول به. will someone get a doctor, yes or no. ثانيا George and Paul both become a famous doctors. famous doctors هي تكملة للمفعول به، تكمل عفوا الى الفاعل. هذول اثنيناتهم هنا فاعل، وهاي الجملة احتاجت الى تكملة، لذلك قلنا عليها subject complement. subject complement اجت هاي subject كملت لي معنى الفاعل، فقلنا famous doctor. رقم ثلاثة عندك اختيارين، yourself و doctor. do you call yourself a doctor؟ هنا yourself راح تكون، راح تاخذ شنو دور، والبي الدكتور شنو راح تكون. يعني هنا عندك اختيارين، هو قايل الاي او دي direct object. زين، يعني مفعول به، والسي او يعني تكمله، subject او object كلمه. شوف عني خليني اوضح لك الفكرة. طبعا هنا اليو فاعل، احنا قلنا الجملة اذا كانت سؤال ما لها دور، يعني فعل المساعد ما له دور، يعني تبدي من اليو. call فعل، yourself مفعول به، والدكتور شنو هنا؟ تكملة للمفعول به. ليش؟ لان yourself والدكتور هو نفسه، yourself دكتور، yourself تكملة. فاذا هي subject object complement، تكملة المفعول به. يعني yourself هي مفعول به والدكتور تكمل للمفعول به، يعني هي جدنا بمعنى تكمل للمفعول به. واحنا شارحين هذا الموضوع قناتنا على اليوتيوب. بالنسبة هنا اليو نفس الحالة، نفس اللي راح تكون نفسها بالضبط، لان اليو راح تكون I will call you a genie. you مفعول به وجني تكملة للمفعول به، تكملة إلى المفعول به. هسه واحد راح يسألني يقول الأستاذ إحنا اليو مو عاقل، ليش قلنا عليه direct object؟ ليش ما قلنا عليه indirect object؟ هنا إحنا ما عندنا direct و indirect. شوف شو وقت تعرف وشو وقت تستخدم قاعدة إنه إذا كان الفاعل، إذا كانت الضمير أو إذا كان عاقل نقول عليه direct indirect، وإذا كان جماد نقول عليه دايركت. شو وقت؟ بس لما يكون عندك فاعل مفعول به مباشر وغير مباشر، لما يكون عندك مفعولين به اثنين. هسه هنا أنت ما عندك مفعولين به اثنين، أنت عندك مفعول به واحد، وهذا المفعول به يكون دايركت، واللي إجت وياه هي تكملة. فقلنا إحنا هسه مثل ما تشوفون نمشي عادي، اليو فاعل، الآي فاعل، الكول فعل، واليو مفعول به مباشر وتكملة للمفعول به. رقم خمسة، شوف رقم خمسة، may I call you a taxi or something. شوف هنا اليو مفعول به والتاكسي مفعول به آخر مو تكملة. ليش؟ لأن اليو عاقل وهاي جماد. طالما أنت صار عندك جماد عاقل وغير عاقل بهاي الحالة، راح تقول على هذا direct indirect object،
والسمتي التاكسي دايركت اوبجكت. يبقى هاي رقم 5 indirect، هذه direct. شوف هاي الرقم، then رقم 5 راح اشوف indirect وهذه direct اي وبي، يعني مو اربع كثير برضه. مع اني هسه همشي بيتها يعني سبحان الله، شنو هاي معقوله الكتاب قطعان لو الملزم؟ لا الكلام مضبوط، هذا حيل تمارين يعني ما مو قطع. انا رقم 5 شوف اي هذا هو indirect، هنا direct. راح اعيد الفكره حتى تفهمها بعد. انت من تبوع بالجملة تلقى مفعول به اثنين، من تلقى مفعولين به اثنين، يعني واحد عاقل وواحد غير عاقل. العاقل تقول علي اندايركت، جماد تقول علي دايركت، هاي متفقين عليها. بس اذا اجوا متشابهين، اذا اجوا متشابهين الاول يعني مثلا جماد اثنيناتهم او مثلا عاقل اثنيناتهم، مثلا هنا يور سيلف دكتور، انت دكتور او نفسك، هنا يور سيلف عاقل والدكتور ايضا عاقل، اذا الاول راح يكون علي دايركت والثاني راح يكون تكمله. هاي قاعده يعني ما تقبل غلط. رقم 6 كول مي اني ثينج، طبعا هنا الكول هي الفعل، مي مفعول به واني ثينج طالما عندك يعني طالما انت، هو طبعا هو اللي محدده عندك بالامتحان اني ثينج، واللي محدد عندك anything، يعني المي عاقل والanything جماد، anything جماد. فهنا انا برأيي الشخصي رقم 6 هي هنا هو قايل لك تكمله لو دايركت، تكمله لو يعني مفعول به، لا انا اشوفه مفعول به لان anything جماد والمي هنا عاقل، فهنا فاعل مفعولين به اثنين، واحد عاقل وواحد غير عاقل، المي اندايركت والانيثينج دايركت اوبجكت. طيب زين يعني هسه نجي الى رقم 7 it is so cold، طبعا بدون ما تفكر طالما انت عندك ورا الاز والار والام هاي cold تقول عليها سبجكت كلمه بدون اي تفكير. وهنا نفس الحاله رقم 7 طالما تلقى بعد الاز والار والواز والوير والام افعال مساعده او افعال اللينكينج فير تقول عليها سبجكت كومبلمنت. رقم 8 يقول I can't get my hands warm، هنا my hands warm دائما ارجع اعيدها، اذا كان المفعول به عاقل وغير عاقل يعني اسم وكذا ومفعول به، مفعول به يكون واحد جماد وواحد غير جماد وواحد عاقل، راح يكون عندك دايركت واندايركت. هنا عندك صفه، واذا عندك صفه فهذه راح تكون تكمله، فهذه راح تكون تكمله زين عيني. هنا ماي هاندز يدي مفعول به، وارم دافئه تكمله، لان هذا دايركت اوبجكت وهذا هو اوبجكت كومبلمنت. رقم 9 كيب كوايت، كيب كوايت يعني هي تكمل أكيد. keep those children، keep those children هاي رقم 9 شوف يعني. بس خلي أقول لك شغلة واحدة هنا، طبعا لما هيك تجيك هيك حالة تلقى عندك الفعل وراء اسم، هنا هذا يعني يكون حالتين، لما تلقى فعل وراء اسم أو وراء كلمة أخرى يعني أي شيء كان، أي شيء كان يعني لقيت فعل وراء اسم او لقيت وراء كلمة، هاي الكلمة شلون راح تعرفها؟ هل هي شنو؟ زين اذا لقيت وراها صفة راح تكون تكملة، يعني راح تقول عليها subject complement. اذا لقيت وراها صفة مثلا quiet هاي راح تقول عليها تكملة. اذا لقيت ورا الكيب اسم صريح مثلا children راح تقول عليها مفعول به، راح تقول عليها مفعول به زين يعني. هاي انتهينا من عندها، بس بوعد على هاي الجملة keep those children quiet، keep those children quiet يعني انا عندي هنا فعل، فاعل ما عندي مو مشكلة عادي، وجد او ما اوجد ما لي علاقة بي. هذا الفعل those children هذا مفعول به، quiet هاي شنو؟ هاي تكملة للمفعول به لان جتني ورا المفعول به، كملت لي معنى المفعول به صفة
راح يجيني طالب يقول استاذ محمد ليش ما قلنا فاعل ومفعول به ومفعول به ثاني، يعني دايركت وان دايركت؟ لا تختلف، كوايت صفه، ماكو مفعول به صفه، هاي تكمله، هاي راح تكون تكمله. التكمله تكون بالعاده، تكون الصفه تكون بالعاده صفه، او تكون يعني مرات اسم تابع للمفعول به، يعني يكونون متشابهين مثل ما ذكرنا هسه قبل شوي. بالنسبة لرقم 10 قايل لك them، give them، give them، يعني هو من تشوفه give them something، them something، هاي عاقل وغير عاقل، يعني جماد وعاقل. لقيت بتشي جماد وعاقل قلنا them راح تكون indirect، و something تكون direct. زين يعني. وهنا أيضا عندنا نقطة أخرى يقول keep them quiet، هاي عندنا تكملة أخرى. طبعا هي عبارة الكي، هذا كي، هسه بدت عندي جملة جديدة، ملاحظة مهمة، بدت عندي جملة جديدة، كي بالفعل والذم مفعول به والكوايت التكملة. يعني هسه أنا عندي فعل وفاعل ومفعول به، هنا الذم دايركت أوبجكت. أيضا راح يجي طالب يسألني أستاذ الذم مو عاقل، الذم مو عاقل، ليش ما اعتبرنا الذم indirect object؟ ليش هنا برقم 10 معتبرها direct؟ هاي سي وهاي سي معتبرها direct، ليش؟ هسه انا جاوبك، انا جملتي فاعل وفعل ومفعول به وتكمله، هذا الكي بالفعل، قلنا الفاعل ما له علاقه به، وجود او موجود ما له علاقه به، كي. الذم هي مفعول به direct، والكوايت هي تكملة المفعول به اللي هي هنا عندي صفر. زين سؤال، الذم هنا من اعتبرتها دايركت اوبجكت لانه اني السبب اللي خلاني اختارها دايركت اوبجكت، لانه انا بالنسبه لي ما عندي دايركت وان دايركت، يعني انا ما عندي اصلا عاقل وجماد. الكوايت هي تكمله، لان الذم والكوايت يرجعون على نفس الشخص. زين يعني، فهذه تكمله اللي قلت، لان انا عندي صفه، يعني انا من لقيت عندي صفه وما عندي جماد وغير جماد، يعني ما عندي هسه مثلا هاي الجمله مثلا يقول لك يعني to give مثلا، او مثلا ها call me anything anything، ومثلا call you taxi، you الفاعل، هذا شنو الفاعل مفعول به؟ هذا جماد عاقل وهذا جماد، إذن مختلفين، إذن هذا راح أقول عليه هذا العاقل، راح أقول عليه indirect، وهذا راح أقول عليه direct، بس هنا يختلف الوضع. هنا عندي keep them quiet، keep الفعل، them مفعول به direct، والquiet راح تكون صفة تكملة للمفعول به. شوف هاي الجملة، شوف هاي الجملة اللي أخذناها هسه، give يعطي، them مفعول به، something مفعول به direct. الذم هنا من اعتبرناها indirect لان انا عندي فتشي وياها جماد، بس هنا ما عندي فتشي جماد، هنا عندي هي بس وحدها مفعول به. واذا اي سؤال او استفسار فاني يعني حاضر، اقدر اضيف لكم بعد معلومات، اكتبوا لي بالتعليقات، واتمنى تشتركون بالقناة، لا تنسون هذا الموضوع. بالنسبة لرقم 11 هنا the young man، هذا الفاعل كليته the young man، was كان هذا الفعل، slowly going mad، mad هنا هي تكملة للفاعل، يعني subject complement. هتقول الأستاذ شلون هيجي وإذا جبت شنو المشكلة؟ زي مثل ما شفت عندك، هذه كليتها كانت الفاعل، هذه slowly ظرف، ظرف، وهذا هو subject complement. مو تجيني تقول عليها مفعول به، لا مو مفعول به، مفعول به ما يكون صفة، هذه mad، مفعول به يكون اسم. زين. His mother-in-law هذا الفاعل was كان driving يسوق him mad، أو عفوا هو يعني يقوده أو يخليه يعني خلاه مجنون. هنا الهم رقم 12، الهم راح تكون direct object، والماد راح تكون object من تكمل للمفعول به. ليش عيني؟ شنو السبب اللي خلاني؟ لأن الهم والماد اثنيناتهم يرجعون على نفس الشخص، ما مختلفين، لو مختلفين كان قلنا الفاعل هذا الجماد العاقل راح يكون indirect، والـ
جماد راح يكون دايركت. بالنسبة لرقم 13، رقم 13 هنا the driver turned the corner direct object مفعول به مباشر، مفعول به نعم مفعول به مباشر. شوف رقم 13 مفعول به مباشر. The weather was is turning the warmer the warmer turning warmer turning warmer. هنا رقم 14 راح تكون تكمل. يعني ليش هنا عندي turn linking verb وهنا هم عندي turn linking verb؟ ليش اعتبرنا هذا الفعل هنا اللي هم اثنيناتهم عفوا linking verb، ليش اعتبرنا هذه مفعول به اعتبرناها يعني تكملة subject complement وهنا اعتبرناها مفعول به؟ ببساطة من تلقى عندك ظرف، من تلقى بالجملة ظرف زين، دائما اللي يجيك ظرف هذا هنا راح يكون مفعول به، بس من ما يجيك ما يجيك ظرف تتوقف الجملة لهنا يعني بدون ظرف راح يكون تكملة المفعول به. راح أعيدها مرة أخرى. أنت هنا عندك linking verb وهنا أيضا عندك linking verb، المفروض هذه تصير اثنيناتهم تكملة للفاعل subject complement، بس السبب اللي خلانا نختار هنا مفعول به لأن هنا عندنا ظرف. يعني خليه يهمك ملاحظة، إذا لقيت ظرف اللي يجيك قبل الظرف هنا راح يعتبره مفعول به. هاي إذا حالة في حالة إذا لقيت عندك linking verb، حالة إذا لقيت عندك linking verb. أما بالنسبة للي 15 the all the milk، شوف هنا هذا هنا all the milk، شوف هنا يعني بالجملة هنا عندك هنا هذا وهاي الجملة هنا فاعل وصفة مفعول به وصفة عفوا. هذا راح أقول علي direct وهذا راح أقول عليها تكملة لأنها صفة زين. رقم 16 يعني اثنيناتهم متشابهين. رقم 16 هنا يعني هي من شفتها ما وراها ظرف اذا راح تكون تكملة من شفتها لان هاي يقول عندك linking verb. نفس الحالة عندك بالضبط رقم 17، هذا المفعول به مفعول به وهنا الصفة تكملة يعني direct object و subject object complement، يعني هذه object complement تكملة للمفعول به اللي هو شعره ولونج طويل صفة. طالما انت عندك صفة او لقيت ان اثنيناتهم متشابهين، شعره طويل وشعره نفسه طويل متشابهين، اذا راح يكون عندك فاعل وتكملة عفوا مفعول به وتكملة. طالما لقيت المتشابهين راح يكون عندك مفعول به وتكملة. اما اذا لقيتهم مختلفين فراح يكون عندك direct object و indirect object. indirect object و direct object. I made he had made a great mistake. a great mistake خطأ كبير. طبعا هنا يعني هذه كليتها راح تكون direct object زين، يعني لان هي هو جرى خط جوهر اثنيناتهم اثنيناتهم، يعني هاي صفة خطأ، يعني هذه صفة للخطأ، يعني هذه مو مفعول به يعني دايركت و اندايركت تكمله وكذا، هذه صفه يعني. رقم 19 made him their servant. made him الهم هنا دايركت اوبجكت مفعول به مباشر و their servant هنا تكمله. ليش؟ لان الهم والسيرفنت يرجعون اثنيناتهم الى نفس الشخص. ونفس الحاله بالنسبه ل he made him. رقم 20 خلينا نقرأ لكم إياها. زوجته فاعل sometimes ضرب ما لها دور الميد الفعل him جعلته made him يعني العفو. هي شوف هي أكو هنا احتمالين بس الموجود وال يعني المعروف هنا عندنا كلمة curry. curry يعني معناها كاري طعام الهندي كاري. إذا هنا ميد بمعنى صنعت له، صنعت له مو جعلته، يعني made him a curry. إذا هذا طعام وهو عاقل. إذا لقيت المختلفين مفعول به مباشر ومفعول به غير مباشر، إذا الهم العاقل راح نقول عليه indirect، والكري اللي هو طعام الجماد راح نقول عليه هذا direct زين عيني. هذا كوري لان معناها يعني طعام الكاري زين عيني. ف اعتقد صارت واضحه.
بالنسبة لـ21، 21 هم مفعول به، والمور ميزرابل تكملة للمفعول به. إذا طالما متشابهات المفعول به، المفعول به من يكونون متشابهين يرجعون على نفس الشخص، الأول راح نقول عليه مفعول به مباشر، والثاني راح نقول عليه تكملة. من يكونون مختلفين يعني الهم والكاري، الهم راح يكون فاعل المفعول به دايركت، والهم سبجكت اوبجكت از اوبجكت كومبلمنت. زين 22، show me your passport. المي عاقل ويور باسبورت جمال. إذن أعتقد صارت واضحة، المي راح تكون indirect والجواز السفر راح يكون direct. show me طبعا هنا فقط عندك فاعل واحد بالجملة، طالما هو عفوا مفعول به واحد، طالما عندك مفعول به واحد راح يكون direct. 23 did you see anyone، مفعول به واحد وحده، ما لا هو وحيد، هو طالما وحيد راح يكون دايركت، راح يحتل الساحة من يكون وحده يكون دايركت. did you say anything، نفس الحالة أيمن راح تكون ال anything مفعول به مباشر لأنها وحده موجود مفعول به. I didn't tell anybody anything، دايركت و indirect. anybody عاقل، anything أي شيء جماد عاقل، مختلفين راح يكون هذا مفعول به أول اللي يكون indirect، وهذا راح يكون direct. هذا الفيديو كلش تعبني حقيقة يعني، لأن المادة لازم أوضحها نقطة نقطة. إذا شفت حقيقة يعني متابعة من قبلكم واستفدتوا من هاي الفيديوهات، أكمل هاي السلسلة وأشرح لكم جميع التمارين. إذا شفت إنه أنتم ما تتابعون، فيعني أكيد أنتم ما قاعد تستفادوا من هاي الفيديوهات، فما راح أقدر أكمل المادة. زين يعني، فتعليقاتكم الحلوة ومشاركاتكم أكيد راح تدفعنا وتشجعنا حتى نستمر بتقديم مادة أفضل وأفضل. هنا تنتهي الفيديو لهذا اليوم، تقبل تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.